مني على حضورك النهارده في المهرجان. دوري ايه؟ انا مدعوه. دور حضرتك في حضوري. يا سلام، هو حضوري له اهميه قوي كده؟ انا اللي فرحانه ان انا جيت، ان انا اتلقيت الدعوه، وبشكر طبعا دكتور اشرف زكي بقى على دعوته الكريمه، وطبعا انا جايه فرحانه جدا جدا ان انا اول مره هشوف دكتور يحيى الفخراني وجها لوجه، عمري ما قابلته ونفسي اقابله، وفرحانه سعيده. كمان اكلمك عن تجربه سيب ونسيب، يعني سلسل مختلف، فكلميني عن تجربته. هو سيب ونسيب كانت ظروفه حلوه قوي، وكانت الحاله فيها هدوء نفسي كبير، لان احنا كنا بنصور في لبنان، فكنا مقطوعين، ما عندناش شغل غيره، فأعدله والشقق بتاعتنا على البحر والمكان جميل، فكانت نفسيا لا ما كانتش في اسكندرية، فكان الموضوع مريح نفسيا جدا. وعلاوة على ان كل الكاست من اصغر واحد لاكبر واحد في كيمياء بينك وبينه، فكلنا كنا حلوين مع هنا واحمد والشباب الجداد. لزاز، كنا بناكل مع بعض، نخرج مع بعض، يعني كان بيبقى عندنا طبعا اجازات، بيبقى عندنا فروقات ساعات تصوير، طب يلا بنات نخرج، يا بنات ده طبعا بيحطني في وسطهم، يعني من ضمن البنات. حاجه كده حضرتك بتحضرها؟ لا لسه ما فيش حاجه خالص قريب.